السلام عليكم يا شباب. دلوقتي ان شاء الله هنشوف البرودكتس من شركة لينل. الباشمهندس هيدي لنا فكرة ان شاء الله عن البرودكتس اللي هم عارضينها هنا في المعرض. اتفضل يا باشمهندس. السلام عليكم. اول شيء انا خليل كوجوك، البزنس ديفلوبمنت مانجر تبع لينل بالسعودية. اول شكرا على هاي الفرصة تو انتدروس السيستم تبعنا لكم. نحن كلينل مينلي نحن سوفت وير كومباني نعمل اكسس كنترول سيستم. الاكسس كنترول سيستم تبعنا هو از انتربرايز اكسس كنترول سنترلايزد يوزنج ان اوبن اركيتكتشر، وهو از اوبن بلاتفورم. شو معنات كلمه اوبن؟ اتس افيلبل اند ريدي تو انتجريت وذ اني اذر ثيرد بارتي سيستم. اوكي. اور سترينث، قوتنا بالبرودكت اللايبراري اوف انتجريشن. نحن حاليا انتجريتد مع 1000 برودكت بلس من ثيرد بارتي. هلا هنحكي شوي عن الهاردوير، هنحكي شوي عن السوفتوير نفسه لنعرف نحن شو المهم. از لينل نحن وي ار فول سوليوشن بروفايدر. طبعا بتبلش الاكسس كنترول سيستم من ديفرنت تايب اوف كريدنشال. يعني في عندك اماكن بتحتاج فيه للفيس ديتكشن، سو عندنا التكنولوجي من شركه اسمها ايدينيا. هاي باس ثرو بيعطيك تقريبا الباس ثرو باقل من ثانيه بتعرف على وجه الشخص وبيسبورت الكارد. عندنا الريدر اللي هو الاكزيت ريدر، هذا بلوتوث ريدر سبورت الموبايل ابلكيشن. يو كان تستعمل موبايلك از ا كارد، يو ويل كروس ات هير اند ذن يو كان انتر. بلس عندنا الريدر اللي هو لينل ريدر سبورت الكيو ار كود، هاي المنطقه هون عشان يقرا الكيو ار للفيزيتور مانجمنت سيستم. بلس في عليه الكيباد، وفي اديشنال فيتشر هذا الريدر للهاي سكيور اريا تقدر تعمل عليه سام موديليشن، بتركب عليه سيم كارد بصير يعمل لك اي اي سي موديليشن تو انكريبت يور داتا. وفي عندنا كمان اللي هو المالتي تكنولوجي ريدر، هذا ريدر فيه بيجي بقلبه فيس ديدكشن مع فينجر برنت مع ريدر مع كيو ار ريدر. كل التكنولوجي ان وان ريدر. طبعا هاي ديفرنت فندرز بس ولكن كلها فولي انتجريتد بالبلاتفورم تبعنا. هلا من جهه الريدر اخر شيء بدي احب اورجيك اياه هو الموبايل ريدر. هذا الموبايل ريدر هو عبارة عن تابلت، اوكي، ريجر بتحمل حامل الصدمات، بيشتغل على الهاي تمبريتشر. شو الفكرة منه وليش انا بدي استعمل الموبايل ريدر؟ انت لو في عندك اماكن اوت اوف ريتش بعيدة ما فيها كفرج، اوكي، بتكون اوريدي الداتابيز محفوظة على هذا السيستم. فبيجي اي واحد بيعطيك عليه اذا اكسس جرانتد ولا اكسس دينايد. طبعا تظهر عليه الصورة بس هون احنا مش عارفين الصور، اوكي، بسبب الشورتج اللي صار معنا بالكروت. فانت بس تضغط عليه بيعطيك اذا هو اكسس جرانتد ولا اكسس ديناي. بلس هاي الايفنت بتتسجل بالسيستم، بيعطيك الجي بي اس كوردينيت وين صارت. وبتقدر تعمل شيء اسمه جيو فنسنج. شو الجيو فنسنج؟ انت بتعمل مثل فيرتشوال فنس او فيرتشوال جيت. لو كان عندك باص فيه موظفين مثلا، اول ما يطلعوا الموظفين حيأكسوا، حتعرف انهم هذول مصرح لهم يدخلوا الباص. فاول ما يدخل الباص او اول ما يدخل الريدر المنطقه اللي انت حددت فيها الجيو فنسنج، كل الموظفين بتسجلوا از تشيك ان بالسيستم، تيجي تنسند الانفورميشن دايركتلي على السيستم اذا كان كونكتد على الجي اس ام. بس اذا كان اوف لاين، اول ما يمسك الكونكشن على واي فاي او حطيته على دوكينج ستيشن تاخذ هذه الانفورميشن. سو هاي از ريدرز. لنخلص من موضوع الريدر، عندنا ثيرد بارتي سيستم. اذا انت بدك تخلي اليور سيستم مور سمارت، أوكي، بدك تدخل على الجيت بدون ريدرز بدون كارد بدون شيء، وي كان يوز الكاميرا هاي. اوكي، الكاميرا مع ثيرد بارتي سوفت وير انتجريشن. اول ما تقرب على الكاميرا، اوكي، وذين ذا فيلد فيو، الكاميرا حتاخذ صورتك بتبعته للسيستم، بيعطيك اذا اكسس جرانتد ولا لا، وبيفتح لك البوابه. اوكي، سو هاي كلها عن طريق الريدرز وغير الريدرز. هلا بنحكي عن الكور ديفايسز تاعت السيستم. هاي از ذا مين بانل. اوكي، هاي المين بانل تشبكها على النتورك. طبعا في منها ديفرنت سايز، في شيء منه بي او اي شيء مش بي او اي. تحت هاي البانل بتقدر تركب اب تو 32 دور اور 64 ريدر. هاي البانل بتخدم 4 ريدر يوزنج الاو اس دي بي، او اس دي بي بروتوكول مش الويجند. هي كومباتبل مع الويجند والاو اس دي بي، بس فور سكيورتي بيربزز وي اولويز ريكومند تو جو وذ او اس دي بي. فهاي المين بانل من شركة اسمها ميركوري. شو الادفانتج اوف هاي البانل؟ الادفانتج والادد فاليو، اذا انت عندك بالفاسيلتي تاعيتك ميركوري بانلز، اليوم انت شغال مع لينل،
اوكي. بكره لينيل دي ار نوت سبورتنج، في عندك مشكله مع السوفت وير، بتغير كل الاكسس كنترول؟ لا، as simple as that، بتروح على السيرفر بتشيل السوفت وير تبع لينيل، بتجيب بيج نيم اوف اكسس كنترول اللي بيشتغلوا على ميركوري، تعمل انستاليشن وبيشتغل السيستم بدون ما تغير اي سكرو بالموقع. اوكي اوكي. طيب هاي از ا هاردوير بارت وكل البارت. نجي على السوفت وير بارت. طبعا لينيل نحن عندنا تو كلاينت، عندنا الويب كلاينت اللي هو كومبليتلي ويب انترفيس، ما بدك تعمل اي سيت اب اي انستاليشن. بقلب الويب انترفيس في عندنا شيء اسمه داشبورد، هاي اسمها داشبورد على لاندنج بيج. الداشبورد هاي شو بتعطيك؟ انفورميشن، بتعطيك مثلا كم كارد هولدر عندك، كم بادج هولدر عندك، النمبر اوف ايفنتس، الاكسس ليفل اللي كرييت، شو هن اللي عندك اياها، كل واحده كم فيها، الكاميرات. في عندنا انذر داشبورد من ابلكيشن اسمها واتش، هي تحت، بس خليني اطلع الماوس عليها. اوكي هاي الابلكيشن اللي اسمها واتش. هاي بتشتغل على مونيتورينج الهيلث تاعيت الديفايسز كفول سوليوشن. بمعناته السيرفرز ار مونيتور، الباك اب ار مونيتور، اذا انت عملت باك اب ولا لا، السي بي يو يوزج، الريدرز ستاتس، البانلز اذا في عندك فيلر بالبانل او لا. كمان عندنا الفيزيتور مانجمنت موديول، اذا اف يو نيد تو مانج يور فيزيتور مانجمنت سيستم. عندنا المونيتور تو مونيتور اول الارم، سيرفيلانس فور سي سي تي في كاميرا سيرفيلانس. ماجيك مونيتور از ا يونيفايد مونيتورينج سوليوشن، بحيث انت بتشوف السي سي تي في والاكسس كنترول على نفس الستيشن. طبعا عندك شيء اسمه ريبورت، هاي ادفانس ريبورتنج سيستم، يو كان دو سكيدجول ريبورت. انت بتقول انه للسيستم انا بدي كل يوم او كل شهر تطلع لي هذا الريبورت، هو بيقدر يعمل لك اياه. And you can go and dig and customize your report using this tools. في عنا شيء اسمه policies. Policies أي شركة كبيرة بيكون عندها policy، مثلاً department هدول مسموح يعملهم 1-2-3، department الفلانية بيعملوا أشياء تانية. طيب عادة الأكسس control كتير بيتغير بالموظفين، إنه أنت بتعطيه صلاحيات هو ما مفروض يأخذها. How you will check if this is matching the policy تاعيتك ولا لا؟ With a single click using the policy. بيعمل لك رن على كل الكارد هولدرز وبيعطيك مين الافويد ومين اللي نت افويد البوليسي، وكمان بتقدر ترجعهم كلهم از بير بوليسي. في عندنا شيء اسمه كارد هولد سيرفيس سيلف سيرفيس. الكارد هولدر سيلف سيرفيس هاي عباره عن موبايل ابلكيشن للموظفين، بيقدر يغير عليها البين كود تاعيته، يعمل ابلود للبيكتشر، بلس بيقدر يطلب اكسس على اماكن هو ما عنده فيها اكسس. ليتس سي انه في اريا هيز نوت اكس هيز هي دونت هاف ذا اكسس فور ات، سو بيدخل على الابلكيشن بيطلب انه انا بدي ادخل هاي الغرفه، المانجر تبعه بيعطيه اكسس عليها لتمبرري اكسس، وبس يخلص ذا اكسس ويل بي ريفوك. سو هاي از ا جنرال ريفيو اباوت السيستم. طبعا نحن وي هاف ا تايت انتجريشن وذ مايلستون، ذس از واي وي هاف مايلستون. الانتجريشن از ا تو واي كوميونيكيشن، يعني يو كان يوز مايلستون از انترفيس اور لينيل از انترفيس ديبند اون يور ريكويرمنت. Okay. This is briefly what the system. Plus, في عنا many of feature which built in the system, مثل mastering, مثل segmentation. Segmentation هي إذا أنت عندك مثلاً لنقول عندك مجمع سكن كبير وبدك تقسم كل building لحالها. You can do this segmentation بحيث إنه اللي users بالمبنى A ما بيشوفوا إلا مبنى B، وحتى على level of controller والreader والaccess level. Mastering هي بالevacuation. إذا عندك أي مكان، أي حادث بدك تعمل evacuation، تعرف مين في موجود بالسيف اريا ومين مش موجود بالسيف اريا، وين آخر إذا كان مش ما كان موجود بالسيف اريا، وين the last location the guy was there. plus في عندك الجارد 2 as a free option موجودة بالسيستم. كل هاي الفيتشر والفانكشناليتي already exist. this is as a brief. For any more clarification نحن موجودين. Thank you. تواصلوا معنا وإن شاء الله نكون بخدمة. شاكرين جدا ليك وتعريف الناس على لينن، طبعا هي معروفة أصلا، فجتنا بريف سريع عن الشركة، وإن شاء الله على تواصل معاكم دائما. شكرا لك. السلام عليكم.